كما لا يشرع ابتداء دعاء القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل. ولا تستغربوا من كثرة الملابسة فإنها تذهب الإحساس. لا يشرع ابتداء دعاء القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يرد. وقد قال الحسن بن علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر من صلاتي: اللهم اهدني فيمن هديت. لأن الصلاة كلها حمد وثناء، ثم يأتي الدعاء متصل بها، ولا يصح هنا أن يستدل بحديث فضالة ابن عبيد من الحث على ابتداء الدعاء بالحمد والثناء، هذا في غير الصلاة. إذا أردت أن تدعو تحمد وتصلي على الرسول ثم تسأل حاجتك، أما في القنوت لا، لم يرد هذا. إنما حدث في الناس مؤخرا من بعد 400 والألف، أما من قبل لا يعرف عن أحد من العلماء أنه يذكر هذا. ولذلك كانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، هكذا دعاؤهم، هكذا يبدأ، ليس فيه ثناء وحمد على الله. لأن الصلاة تقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، اللهم اهدنا فيمن هديت.